لكل البنات اللي مش بتحب تحطي ميك اب في رمضان ونفسها بقى في لوك جلوي وبشره نضره من غير ما تضطر انها تحط اي ميك اب. تعالي بقى وانا اقول لك تعملي ايه عشان بشرتك تبقى جلوي ونضره جدا في رمضان. اول خطوه يا بنات هي خطوه الغسول، هتختاري نوع الغسول المناسب لنوع بشرتك. تاني حاجه وهي دي بقى اهم حاجه والسر بقى اللي هيديكي بشره نضره جدا في رمضان، وهو سيرم فيتامين سي. لازم نختار نوع كويس من سيرم فيتامين سي، ويا ريت يكون سيرم فيه فيتامين سي وهيالورونيك اسيد كمان، زي مثلا أليجون سيرم او اوز ناتشرال الاخضر. بنغسل وشنا ونسيب بشرتنا مبلوله حبتين وبنحط السيرم ده على بشره مبلوله ونستنى لحد ما وشنا يتشرب السيرم تماما. لو انا مش هقدر اجيب السيرم اللي فيه هيالورونيك وفيتامين سي، كفايه عليا فيتامين سي. من الانواع الحلوه جدا لسيرم فيتامين سي سيرم ستارفيل او اورنج ديلي او سيرم سي ليت، وده من السيرامات الجديده الجميله جدا، بيشد البشره ويديكي لوك جلوي ونضر جدا لبشرتك، غير ان هو بيحميها من الملوثات اللي بره ويحفز انتاج الكولاجين. ومن بعد السيرم بتاعنا بقى هجيب كريم تفتيح يديني نضاره، ومن كريمات التفتيح اللي ممكن تديني نضاره كريم ستارفيل، حلو جدا على فكره للتفتيح، او كريم لايت اب او كريم اورجالايت. اورجالايت ولايت اب من الكريمات العاديه اللي بتدي بس نضاره كده للبشره، ما اقدرش اعتمد عليها يعني للتفتيح، لكن انا هنا محتاجه حاجه تديني لوك جلوي ونضر. ومن بعد الكريمات دي احط واقي الشمس بتاعنا، وعشان واقي الشمس ما يطفيش بشرتي ويديني لمعه مش حلوه ومش لطيفه على بشرتي، لازم انقي واقي شمس مناسب لنوع بشرتي. لو انا دهنيه او مختلطه لازم اجيب واقي الشمس اللي على هيئه جل او فلويد، مجيبش الكريم ابدا لانه هيديكي لمعه مش حلوه ابدا وهيطفي بشرتك وهتضايقي جدا من شكل بشرتك وانتي خارجه. ولو انتي بشرتك جافه او عاديه تقدري بقى تستخدمي واقي الشمس اللي على هيئه كريم عادي. وبعد ما بحط كل ده بقى اقدر احط تنت بسيط كده على خدودي عشان يديني لوك نضار، تنت كده بسيط زي اللي انا كنت عملته طبيعي هنا على الاكاونت، هسيب لكم صوره الفيديو تقدروا تدخلوا تشوفوه. نقطه بسيطه كده على الخدود تديني يعني نضاره كده بسيطه وانا خارجه نازله جامعتي او نازله شغلي. بالروتين ده يا بنات مش هتحتاجي تحطي ميك اب خالص وانتي خارجه بالنهار، وهتبقى بشرتك نضره وفاتحه وجلوي جدا في رمضان. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش لايك وفولو واكسبلور كتير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين.